من مدينة نياجرا بكندا يلتحق بنا الإعلام الرياضي رائد جرجس. رائد أهلا بك. أهلا يمكن بك. أهلا فيك. يمكن هذه كمان أيضا الأرجنتين وكأنه مرت بكل صعوبة إلى الدور المقبل من هذه البطولة. أداء الأرجنتين كان أفضل عندما بدأت هذه البطولة، ولكن بمباراة أمام الإكوادور كان غريبا أنه تصل إلى ركلات الترجيح. قلنا أن الجد يبدأ مع الدور الثاني. نعرف بالدور الأول لعبت مع منتخبات أو فرق ضعيفة نسبيا، يعني البيرو، تشيلي، كندا، ليست بالفرق القوية مقارنة مع بطل العالم الأرجنتين وحاملة اللقب. ويتميز الفريق الأرجنتيني بأقوى دفاع، لديه أقوى دفاع في البطولة، وكان هذا الهدف الأول الذي يتلقاه في الكوبا أمريكا بمواجهة الإكوادور. يعني صراحة أتعجب من قرار الاتحاد الإكوادوري لكرة القدم. لعب جيدا منتخب الإكوادور، لعب بدون عقاب، شكل خطورة وأضاع فالنسيا في المباراة ركلة جزاء، كمان بنفس المباراة اللي عم نتحدث عنها أضاع ركلة جزاء في الوقت الأصلي قبل الولوج إلى ركلات الجزاء. يعني كان يخاصم أو يكافح الفريق من الند إلى الند، وكانت نتيجة جيدة جدا بالنسبة للكثيرين من نقاط كرة القدم. الأرجنتين هي الأرجنتين وهي بطلة العالم، ولم يكن مفاجئا الفوز. نعم، يعني أنت تفاجأت، قصدك أنه كيف أقالوا مدرب الإكوادور؟ إيه صحيح. صح، لا لعب بطريقة جيدة. يعني فالنسيا كابتن الفريق يعني ذو خبرة كبيرة 34 عاما أضاع ركلة جزاء في الوقت الأصلي ولم يستسلم فريق الإكوادور، عادل في الدقائق الأخيرة ولعب مباراة جيدة جدا أمام يعني فريق يفوقه فنيا، تقنيا، خبرة وألقابا. طيب، نريد أن نلقي الضوء على ميسي وأدائه بهذه البطولة حتى الآن. طبعا هو لم يسجل أي هدف، ولكن كيف تقيم يعني بنظرتك أداء ميسي حتى لو لم يسجل؟ يعني كيف كان يقود المباريات؟ ميسي يبقى ميسي، يعني لاعب كبير جدا، له وزنه، له تأثيره، لا له يعني معنويات الفريق ترتبط بميسي. ولو لم يكن قد سجل أي هدف أكيد مستواه ليس كمستوى ميسي في قمة عطائه منذ 3 أو 4 أو 5 سنوات، لكن وجوده على أرض ملعب، وجوده بحد ذاته يصنع الفارق، وممكن أن يصنع الفارق في أي لحظة. يعني تخيلي معي أن ميسي جالسا على دكة الاحتياط، يعني شيء غريب جدا ولا يمكن أن يتخيله إنسان. ما زال ميسي يلعب كما رونالدو في بطولة أوروبا، يجب أن يكونوا على أرض الملعب إلا إذا هما اختارا ذلك أن يجلسا على دكة الاحتياط. طيب، يعني هل تتوقع أن يعني يتحسن أداء ميسي مثلا بالمباراة المقبلة؟ هل نرى ميسي غير يعني هو بشكل عام؟ يعني رائد، عندما ذهب ميسي إلى أمريكا وكأنه أخباره كلها انقطعت عن الساحة الرياضية يعني بشكل عام، ويعني كأنه ننتظر يعني حتى يلعب هو مباراة أو أخرى حتى نرى عنه أو نسمع عنه أي خبر. خفت نجمه شوي، يعني أنت على حق، خفت نجمه نوعا ما في المقلب الآخر من الكرة الأرضية، وكان حديث الساعة وما زال هنا في هذا المقلب من العالم. ولأعطيك فكرة، يعني أقل مباراة ممكن أن يلعبها إنتر ميامي مع أي فريق هنا في فانكوفر أو في تورونتو أو في تكساس تبلغ سعر البطاقة الواحدة 700 أو 800 دولار أو أكثر، وهنالك من يشترون البطاقات ويحضرون، ومنهم ناس أعرفهم جيدا كنديين وأمريكيين يحضرون مباريات كرة القدم لأول مرة في حياتهم بسبب ميسي. يعني إنه ظاهرة وقد جلب الاهتمام لكرة القدم بطريقة عجيبة غريبة إلى هذه الناحية بشكل لم يستطع أن يفعله بيلي في السبعينات ولا بيكن باور ولا غيرهما من النجوم الكبار. طيب، يمكن يعني فرصة نتكلم معك عن مباراة فنزويلا وكندا، بما أنه نحن نتكلم عن المباريات بهذه البطولة لأنه انتهى وقتي، ولكن تتوقع يعني هل الكنديون يتوقعوا أن تتواصل مفاجأة كندا بهذه البطولة؟
إنه إنجاز جيد حتى الآن، إذا تأهلوا يكون إنجاز فائق، يعني إنجاز تاريخ فاق المنتخب الكندي كل ما فعله قبلا في الكوبا أمريكا. نعم تأهل قبل سنة 86 وبآخر كرة كأس عالم لكرة القدم، ولكن إنها المرة الأولى في الكوبا أمريكا الذي يصل إلى هذا المستوى. وأود أن أقول هنا أن فنزويلا هي مفاجأة البطولة، يعني كندا فريق يمكن يكون أول امتحان جدي، خسر أمام الأرجنتين، التحدي هو أن يسجل الأهداف لأنه سجل هدفا واحدا في 3 مباريات. إنها المباراة الأولى، مستويان متقاربين جدا، فنزويلا هي التي كانت نجمة البطولة إلى حد الآن يعني. وأود أن أقول هنا أن فنزويلا ممكن أن يكون تألقها ليس فقط نتيجة لعب الفريق الفنزويلي، هنالك خفوت ايضا لنجم تشيلي والبيرو وغيرهم من المنتخبات والمكسيك حتى، لذا خلت الساحة لمنتخبات الإكوادور وفنزويلا لكي ينافسوا في هذه البطولة. شكرا لك من نياجرا بكندا الإعلام الرياضي رائد جرجس. اهلا وسهلا.